تستضيء به الربا فقلوبنا تحيا بترتيل الكتاب المنتقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مع كنز من كنوز سورة البقرة، وهو كنز الهدى. يقول الله عز وجل في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله عز وجل في بداية هذه السورة العظيمة يتحدث عن طبيعة القرآن. الهدى طبيعته، الهدى حقيقته، الهدى ماهيته. ولكن ما معنى الهدى؟ الهدى تعني ببساطة الدلالة بلطف، يعني أن القرآن يدلني ويهديني ويرشدني، نعم، ولكن بلطف، بلطف شديد عجيب لا يكاد يشعر به القارئ المتدبر لكتاب الله عز وجل من شدة رقته وسهولته وسلاسته. ولكن ما معنى الهدى؟ وكيف أتصور الهدى؟ ماذا لو أني كنت أمشي في طريق وهذا الطريق فجأة انقطع بي، لا أدري أذهب يمينا أم شمالا، وإذا بي وأنا في وسط ذلك الطريق تأتيني علامة، تأتيني إشارة، تأتيني دلالة تبين لي الطريق، ترى كيف سيكون شعوري في تلك اللحظة؟ أكيد شعور بالراحة، بالطمأنينة. هكذا القرآن الكريم، ولله المثل الأعلى، يبين ويرشد ويدل السائر على هذا الطريق، طريق الحياة، مهما كانت ومهما بلغت صعوبة هذا الطريق. ولكن المهم أن القارئ حين يأتي إلى كتاب الله يأتيه بقلب سليم، بقلب متفتح، بقلب واعي، يترك عنه شوائب الحياة، يترك عنه الجهالة والضلالة، بقلب بالفعل يريد أن يهتدي بكتاب الله عز وجل. ولذلك ما أعظم هذا الكتاب، ما أعظم الإعجاز في كتاب الله في كل كلمة وفي كل آية، بل وفي كل حرف. فالله عز وجل في هذه السورة العظيمة يقول: هدى للمتقين. لمن يا رب؟ سنقف بإذن الله في حلقة قادمة إن شاء الله على التقوى ومعنى التقوى. ولكن هو هدى لمن يتوقع، هو هدى لمن يطلب الدلالة والخير من الله عز وجل، هو هدى لمن يستعيذ بالله عز وجل من كل ضلال. وماذا أيضا؟ الذين يؤمنون بالغيب، لكل من يؤمن بالغيب. ولماذا افتتح بالإيمان بالغيب؟ الإيمان بالغيب هو لب هذا الدين، هو لب هذا المنهج الذي يأتي به القرآن الكريم. أنا أؤمن بالرسل، أؤمن بالله عز وجل، أؤمن بالآخرة، أؤمن بالموت، أؤمن بالبعث، أؤمن بالجزاء. هذه الأمور وغير هذه الأمور في حياتنا وفي ديننا هي من الغيبيات. إن لم أؤمن بالغيب لا يبقى للحياة معنى. أنا أؤمن بالغيب، أؤمن بأن وراء هذا الكون المحسوس قوة عظمى تدبر وتقضي وتعطي وتمنع. أؤمن بأن وراء هذه الدنيا غاية عظيمة. لم يخلق الله عز وجل البشر للعب أو للعبث، حاشا لله، خلق البشر وخلق الدنيا بأسرها لغاية عظيمة. ثم تتسلسل الآيات في تبيان الصفات، صفات من يكون القرآن
هدى ونورا لحياته، وعلامة تدله وترشده إلى الطريق الصواب. ثم يعقب الله عز وجل بعد ذلك ويقول: وبالآخرة هم يوقنون. الخاتمة، الخاتمة التي تربط الدنيا بالآخرة، المبدأ بالمصير، العمل بالجزاء، يشعر بها الإنسان أنه ليس مهملا في هذا الكون، لم يخلق عبثا، لم يترك سدى. العدالة المطلقة في انتظاره يوم الدين، فيطمئن القلب إلى عدل الله عز وجل، إلى رحمة الله عز وجل. اليقين بالآخرة هو المفرق الحقيقي بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة وبين من يعيش في وجود مديد رحيب، يدرك بأن الله عز وجل خلق هذا الكون لغاية عظيمة. ولكن القرآن الكريم هل هو فقط هدى للمتقين؟ لا، الله عز وجل في نفس السورة، في سورة البقرة، ونلحظ هنا التدبر يربط بين الآيات في السورة الواحدة. الله عز وجل في بداية سورة البقرة قال: هدى للمتقين، ثم في آية أخرى قال، يتحدث فيها عن شهر رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن هو هدى للناس أجمعين، هو هدى للناس أجمعين، يوفر الهدى وفرصة الهدى لكل بشر، ولكن لأي بشر؟ في القرآن نور وهداية، ولكنها لا تنفذ إلا إلى القلب المتفتح، القلب المتهيئ، القلب الذي يرغب بالفعل بوصول معاني القرآن الكريم إليه. إذن ما هو كنز الهدى هذا؟ كنز الهدى الله عز وجل هو الهادي، والقرآن الكريم فيه الهدى الذي أسير عليه في منهج الحياة، في العمل، في الأسرة، في الزواج، في الطلاق، كما سنرى إن شاء الله، في العبادة، في المعاملة. ولكن أين المحل؟ المحل هو قلب المؤمن العبد الذي يتلقى هذا القرآن الكريم. وكلما ازداد الإنسان تقوى وخشية لله عز وجل، كلما انسكبت الهدى ومعاني الهدى في قلبه. القرآن الكريم يستعمل الهداية والهدى بمعاني متعددة، واحدة من أهم هذه المعاني التوفيق، كما جاء في قول الله عز وجل كاشفا عن ثمار كنز الهدى في حياة الإنسان قبل الآخرة. يقول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ويقول أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. كيف يوفقهم؟ الشرط الأول أنه أنا اللي أبدأ بالطريق، أنا الإنسان، أنا العبد الضعيف الذي أحوج ما أكون إلى هداية الله عز وجل وتوفيقه، أنا الذي أبدأ بالخطوة الأولى، أطلب من الله الهداية، أطلب منه العون، ثم بعد ذلك بمجرد أن أقف على الطريق ولو خطوة واحدة يأتيني الهدى والتوفيق من عند الله عز وجل. وهل يا ترى إذا هدى الله عز وجل قلبي سأحصد ثمار لذلك في حياتي؟ قطعا، كلنا بحاجة إلى الهدى، كلنا بحاجة إلى التوفيق. كم من المرات في حياتنا وفي واقعنا نحتار: أنذهب إلى هنا أم نذهب إلى هناك؟ أنا أختار هذا الأمر أم نختار ذاك؟ فيأتي التوفيق من عند الله عز وجل، الرعاية، التسديد، المعونة. نحن أحوج ما نكون إلى هذا التوفيق، ولا يتحقق هذا الهدى إلا بإقبالي على الله عز وجل أولا. بعض الناس يعتقد أن الهدى عملية إجبارية ويقول: يا فلان متى تصلي؟ أصلي عندما يهديني الله عز وجل. يا فلان متى تذهب إلى الحج؟ لمن الله يهديني. وكأن الهداية عملية إجبارية ليست في اختيار الإنسان. والحق أن الله سبحانه العدل الحكيم الرحمن الرحيم لم يخلق أناسا مهتدين وآخرين ضالين، الكل عبيده
وبالتالي لا يفرق بين واحد منهم إلا بما يقوم به الإنسان. الإنسان هو الذي يختار طريق الهداية، وبعد أن يسير يأتيه التوفيق من الله عز وجل. ولذلك هذه المقولة العجيبة خطيرة جدا، لا ينبغي للمؤمن أن يتفوه بها. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. يستنكر القرآن هذه الدعوة الباطلة، يستنكر الدعوة بأن الله يهدي الناس إجبارا، ويؤكد أنه سبحانه يخلق البشر، يرسل الرسل، ينزل الكتب، يقول ويبين ويهدي، وبعد ذلك الإنسان هو الذي يختار طريق الهدى أم طريق الضلال. الحقيقة أن كنز الهدى له ثمار عظيمة كما ذكرنا في الواقع وفي الحياة قبل الآخرة. فالقرآن منهج حياة قبل أن يكون كتاب يوصلني إلى الآخرة. إن لم أعمل به على وجه الحقيقة والصواب في الدنيا لن أصل به إلى النجاة في الآخرة. ثمرة الهدى أن من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ثمرة الهدى التقوى والعقل في حياتي. ثمرة الهدى إنه الله عز وجل حين أكون في مأزق أو أكون في ضيق لا أدري أختار هذا أم ذاك، وما أكثر هذه المواقف في حياتنا، يأتيني التوفيق من عند الله عز وجل. أصلي الاستخارة فيأتيني المدد من عند الله عز وجل، والعون والتثبيت بأن الله سبحانه وتعالى يهديني ويوفقني لما يحبه ويرضاه. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول. ما في كتاب الله شيء يبين أن الإنسان ممكن أن يكون اتكاليا، أو ممكن أن يقول أنا جالس في مكاني وتأتيني الهداية، أبدا. هم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، في اختيار، في تكليف، في جزاء، في مسؤولية. فإذا ما الذي أستطيع أن أقوم به الليلة؟ الهداية لا تعني مجرد التمني، لا، الهداية حقيقة لابد أني أبدأ وأستشعر هذه المعاني في حياتي. اليوم وأنا جالس في مكاني وأنا أتناول طعام الإفطار، خاصة في هذه الأيام المباركة في هذا الشهر الفضيل، دعونا نبدأ صفحة جديدة، دعونا نرفع، أكف الضراعة إلى الله عز وجل، أطلب منه بس بشرط، بصدق ويقين وإخلاص، أطلب منه الهداية، أطلب منه بقلب صادق خاشع أن يهديني الله إلى سواء السبيل، أن يهديني ربي إلى الخير، أن يهديني سبحانه إلى الطريق الموصل إلى رضاه وإلى نعيمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب الدعوات. غدا نلقاكم بإذن الله مع كنز جديد من كنوز القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله. كلام ربك منتجى.